البحرين تحولت إلى كتلة من الغضب على النظام الخليفي الحاكم احتجاجا على استهداف السلطات لآية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم المحاصر في منزله بالدراز منذ أكثر من عام، والذي يمر اليوم بوضع صحي خطير يتطلب علاجا عاجلا تمنعه السلطات عنه. معظم البلدات على طول مناطق البحرين خرجت عن بكرة أبيها ملبية لدعوات الغضب الشعبي ورافعة صور الشيخ قاسم ومطلقة شعار الثورة الخالد المنادي بإسقاط النظام الخليفي. إذ خرجت التظاهرات في أبو صيبع والشاخورة والمكشع والمرخ وكرانة وصولا إلى بلدات السنابس والديه والمصلى والبلاد القديم، وهي ترفع الشعارات التي تحذر من المساس برموز الشعب. فيما ردد المتظاهرون شعار إنهاء الحكم الخليفي في مسيراتهم التي جابت الشوارع في بلدات كرزكان والمالكية. الشعب يريد إسقاط النظام. المتظاهرون أكدوا الإصرار على الثورة وعدم الاستسلام للأوباش الخليفيين الذين قمع مرتزقتهم التظاهرات بكل وحشية، وكما حصل في العكر والنويدرات وسترة التي اشتبكت فيها قوات المرتزقة مع المتظاهرين مستخدمة مختلف أنواع الأسلحة ومطلقة الغازات السامة. وبالقرب من منزل الشيخ في الدراز أضرم المحتجون النار تعبيرا عن تحديهم لآلة القمع الخليفية، فيما أطلقت قوات المرتزقة الغازات السامة بكثافة باتجاه المحتجين الذين تجمعوا في حشود غاضبة من مختلف أنحاء الدراز رافعين صور الشيخ قاسم ومرددين الهتافات الثورية. إنها البحرين تغلي غضبا على النظام الذي انتهك كافة حقوق شعبها في الوقت الذي لا يأبأ فيه ما يسمى بزعيم العالم الحر دونالد ترامب لتلك الانتهاكات، مصافحا أيدي الجلادين لقاء 9 مليار دولار من العقود التي أبرموها معه. In the Oval Office, we're doing a lot of business. They're buying a lot of things. I heard $9 billion is thrown about. So that's a very nice trip and we appreciate it.